سرى. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. سبح اسم ربك الأعلى. كيف تقرأ القرآن بقراءة صحيحة؟ هي بلد المليون حافظ لكتاب الله، بها أكثر من 5000 كتاب لتحفيظ القرآن الكريم. أتقن أهلها حفظ القرآن الكريم، فلم يخل بيت من حافظ مرتل مرتق يتلمس فيه النفحات، نفحات كلام الله الذي تتوق الروح لسماعه، ويتوق الليبيون لحفظه وترتيله آناء الليل وأطراف النهار. نلت إجازة القراءات سنة 1986، ثم بعد ذلك في سنة 1989 التحقت بتعليمي وتدريس القرآن الكريم حتى ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكانت بدايتي في هذا المركز سنة 1989، واستمريت بعون الله تعالى وبحمده وتوفيقه في إعطاء هذه الرسالة إلى يومنا هذا. والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى. طرق تحفيظ القرآن الكريم، منها أولا للناشئة الصغار طريقة التلقين والمشافهة، وهي أن أقرأ أمامهم الآية الآية حتى أكمل السورة، وأوضح لهم نطق الحروف وأحكامها، ثم بعد ذلك أقرأ وهم يرددون خلفي عدة مرات حتى أطمئن إلى سلامة قراءتي. طريقة الحفظ بالمشي والدوران هذه طريقة متبعة ومتعارف عليها عند أهل القرآن وطلبة القرآن. نظرا لطبيعة حفظ القرآن وتعلم القرآن وتحفيظ القرآن أن تحتاج وتستغرق وقت طويل، فعادة الطالب أو الذي يراجع القرآن ويأخذ وقت طويل وساعات فأنه يمل ويتعب من الجلوس، فتجده يستمر في المراجعة وهو يمشي أو وهو يدور في الموقع أو في المكان اللي يحفظ فيه القرآن لكي يجدد نشاطه ولكي يتحرك بعضلاته ولكي يعني ينتقل من 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 من, من سآمة الجلوس إلى تنشيط ويستمر في المراجعة. أما بالنسبة للكبار فإنني أتبع معهم طريقة تعليم القرآن بالألواح، واعتمادنا فيها يكون على الإملاء عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك أتركهم يحفظون ما كتبوه ليسمعوه في اليوم التالي.
نفسية التلميذ والقارئ وحافظ كتاب الله تعالى عندما يستخدم هذه الآلية والوسيلة العتيقة الطيبة، يبدو لي أن ذاكرته ستكون يعني أكثر شحدا، لأنه يحس أو يستشعر بأنه سيمحو هذا ما هذا الذي كتبه وحفظه في ذلك اليوم، فهي يعني تشحد الذاكرة لمزيد من الجهد ومزيد من الحفظ، خلافا لما هو كتب عن الورق فيما يبدو لي، لأن الورق باقي وموجود، فلعل في هذه الطريقة حافزا قويا على ترسيخ الحفظ في أذهان التلاميذ فضلا عن صغر السن كما هو معروف لديكم جميعا. بدأنا في تصنيع ألواح القرآن من بداية الثمانينات، كانت الدولة تستورد في ألواح القرآن من خارج ليبيا، فمنذ تقريباً 83-84 صنعنا تقريباً في زليطن 12,000 لوح، فنحن نتقن في صناعة هذه الألواح، وطبعاً لها أجر كبير ومنفعة كبيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. 80 سنة وأنا نخدم في الصوف، كان مكتب منحش وأنا عيلة كيف الولادة تصيشة وأنا نخدم في الصوف، لتو نأخذ الصوف نشفوها في بعضها كخر من تبدأ مقتلة، نبخها بالماء نحطها في طنجرة، نحط فوق منها رشادة ونحطها على النار، ونقرب الطيب ونقرب تأكلها النار نبرموها، نأخذها العصام نبرموها الفوق اللطي، وبعد تالي نقدو النار ونتاكلها النار نبخه بمية لين قريبة تريح فحم، بعد تالي نحركوها مرة تانية نحط عليها الرد عليها الرشادة، بعد الرد عليها الرشادة نحطها على النار هنا ترقى فيها النار ونحركها كي تبدأ كي الفسوخ رطبة، ولو كذيات نوطوها الدويات الصوف الصمغ كل حاجة نحرك فيها بروحي، رح نخدم بروحي كل حاجة نخدمها بروحي، وحتى تو الحمد لله نشكر فضل ربي إن شاء الله يجمعنا الله في جنة الفردوس ولا مين. طبعا أنا ولدت منذ الولادة يعني بدون الترف علوية ونكتب برجلي يعني متفوق في الخط يعني خط ممتاز يعني فهمت كله يعني يرجع لكتابة اللوح في القرآن الكريم أو يعني كله من كتابة القرآن يعني لمله وكذا شوي شوي تعودت عليه يعني صح يعني أكثر كتابة هي كتابة في المسجد يعني أكثر من المدرسة يعني فهمت المدرسة بدأت يعني الإعدادية وكذا ما فيهاش يعني أذكر الخط يعني أكثر شيء نتركز على القرآن الكريم هذا الخط يعني اللي خلاه يعني الخط يكون جميل وكذا وقدرة ربك طبعا هي الأولى يعني أكانت موهبة هيك من نفسي وما فيش واحد يعني كان يفهم إني أنا بنكتب برجلي أو كذا يعني حتى الأسرة مش فاهمين كيف يعني الإنسان هذا بيعيش بالضبط يعني بداية حياتي يعني بالضبط كانت موهبة من الله سبحانه وتعالى وصرار معي مع قوة العزم قلت لكم بركة القرآن الكريم يعني بركة يعني العزم بتاع الإنسان كانت رحلة طويلة شقة
وطويل طويل وشاق ومعروف الطريق الصحراء بتاع القدم هذا. ضروري من المواجهات الصعبة من الأكل والشرب والسهر الصقع وتسمع كل شيء. توبتا كنت أنا كفيف لكن الظروف تعكس عليه العلم العلم نتمناه معاته طالب عليه إجهاد العلم لحفظ القرآن والعلوم وهذا هو الجهاد هو. لقيت وصلت الآن وصلت الحمد لله وصل ليبيا وقبلوني جيب رسالة من السفارة وقبلوني قاعد نقرأ الآن كملت القرآن والحمد لله. رحلة وشاقة لكن سعيد في النهاية الآن أنتم الحمد لله توم مستريحنا. لكن العلم اللي واجهت المهم ما عاشت نسى هذاك سجل في التاريخ هذا خلاص الوجهة صعبتها هذه لكن الحمد لله الآن هذا هو الدين فليتنافس المتنافسون. التعبنا الآن عندنا حتى الآن من عندنا آلام نحس بها تعب تعبنا نحن بالشديد التعب. جينا على الجبال جينا على الغياب والصهرة والمويه مقاس الأكل مقاس. لقاية المهم بذلنا جهودنا نميت لقاية وصلنا لمكان القرآن. دخل معات جايين لتحفيظ القرآن لأجل تحفيظ القرآن من دولة تشاد لليبيا. وجينا المهم نحفظه على السمع واحد يسمع على الشيخ. الشيخ يقرأ وأنت تقرأ بعده. لقاية القرآن كامل كملنا حرف حرف آية آية. إن شاء الله نتمنى لأن ناخذ إجازتي ونتمنى نرجع لبلادي ونتعلم كما أنا تعلمته في الجهات الصعبة اللي واجهتها الآن. وواجد عندي زي أنا معات واحد طالب العلم واجدين توا على الطريق بتاع تشات لكن ما عندهمش الإمكانات توصلهم لتشات لكن طموحات القرآن واجد عندنا غير أنا زي الزملاني واجدين. كل سنة نجري في امتحان. الامتحان طبعاً هذا إجازة لحفظ كتاب الله. تنقسم إلى قسمين. قسم طبعاً الشفوي تكون لجان من المشايخ ويمتحن الطلبة أمامهم. كل طالب يسموه له 8 أسئلة. بعد تم الامتحان الشفوي ندخل في الامتحان التحريري. وتكتب كل طالب يكتب حتى هو نفس الأسئلة 8 أسئلة. مش نفس الأسئلة بتاعت الشفوي لا. أسئلة تانية طبعاً غير وتقيم الدرجات عند طبعاً طلبة المتفوقين طبعاً تعطى لهم شهايد إجازة لحفظ كتاب الله. درست في جمعية النور للمكفوفين من السنة الأولى الابتدائية إلى الثالثة ثانوي وبعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بزليطن. تخرجت من الجامعة الأسمرية أخذت منها ليسانس شريعة وأنا الآن بصدد إعداد الدراسات العليا يعني أخذت دبلوم عالي في الدراسات العليا دراسات الإسلامية وبصدد إعداد الرسالة إن سخر الله سبحانه وتعالى نسأل الله التيسير. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا. بفضل الله تحصلت على مصحف مكتوب بطريقة اللمس طريقة برايل أو بريل. تحصلت على هذا المصحف واستطعت به أن أستعين على الحفظ والقراءة فكنت أقرأ. طبعا كانت المشكلة أن المصحف الذي تحصلت عليه برواية حفص عن عاصم ونحن كنا نقرأ برواية قالون عن نافع فكنت أقرأ الثمن مثلا على الشيخ برواية حفص وكان الشيخ يصحح ويعطيني الفروق بين حفص وقالون. فهذه نقطة طبعا استفدت منها حتى في أني قد عرفت يعني كثير من الفروق بين رواية قالون ورواية حفص يعني ليس على سبيل المشيخة يعني لم أتشيخ قراءة رواية حفص ورواية قالون ولكن تشيخت رواية قالون فقط ولكن ربما لوجود المصحف برواية حفص هذا أمر يعني ساعدني على أني نعرف الروايتين يعني. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحى تفخيم مصاحبه الصفير
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وأصحى ستجد فرق بين نطقي ونطقك في الصاد. وأصحى تفخيم صفير. وأصحى أيوة بهذه الكيفية. الذي لفت أنظاري في نضال أنه كان ليس كباقي الطلاب. الطلاب عادة يحفظون مقدار ثمن. الثمن معروف في المصحف، المصحف الليبي أو في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى مقدار 9 أسطر عادة الثمن، لكن هو يحفظ أكثر من ثمن، فهذا شد انتباهي ألقنه. بعد أن أتمم تلقينه للثمن مباشرة يسمع عليه، شوف بالله سبحان الله، أقول له أحفظت أو وعيت؟ يقول لي بلى. ثم أزيده بعد ذلك 9 أسطر أخرى، يعني بمقدار ثمنين أو 3، وصلت بنا المرحلة حتى أحفظ مقدار 3 أثمان في اليوم. وكان يأخذ مني مشافهة، أعطيه الآية بكمالها وتمامها من حيث المخارج ومن حيث الصفة. هم الفاء، كان بإمكاني أن أقول الفاء، لكن تحينت فرصة التنغيم. الفاء، رأيت الارتفاع قليلا ثم الانخفاض، يعطي إيش؟ رونق في الكلام. هي هبة من الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن أسمي ذلك. حتى إنه يتدخل في أمور الكهرباء، إن كان هناك عطل بالمركز أو بمنارة مركز معاذ بن جبل، تصور يقول لي شيخ تلك الترية بها عطل، أو ذاك الموصل الذي يوصل الكهرباء به عطل ويصلحه. والله شيء غريب، اندهشت، كيف عرفت شيخ نضال أن هذا الموصل به عطل؟ يقول لي تنحى جانبا ويأتي ويصلح ذلك، يقول لي ذاك المكان به عطل، ذاك المكان به عطل. يعني عدة ميزات أعطاها الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السلام عليكم. السلام. مرحبا سيد نضال. سيد محمد، شهرك. أهلا بيدك. تمام. بارك تمام إن شاء الله. لو سمحت أنا عندي استفسار. تفضل. يعني في حالة عندي لابتوب جديد وما فيش طبعا لا برنامج ناطق لا شيء. ونحب نستعين بالبرنامج الموجود فيه المساعد الصوتي اللي فيه، ايش الخطوات اللي نعملها ممكن؟ لو ان الويندوز يا استاذ محمد اللي بتستخدمه انت واجهته انجليزيه، ومعظم اللابتوب يعني او العاده في اللابتوب انها تكون الواجهه بتاعهم انجليزيه، فحتكون الطريقه اللي هي انك تاتي تضغط مفتاح ويندوز وحرف اليو اللي هو مفتاح الويندوز هذا، هاتي لك هنا استاذ محمد هذا مفتاح الويندوز هنا، شوف ابدا من مفتاح سبيس، تاخذ هنا الالت، تاخذ زر الويندوز، وانت على الويندوز حتبحث طبعا هنا على الازرار بتجي لي حرف اليو. واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. الله أكبر، الله أكبر. الليبيون يعشقون كتاب الله ويعشقون حفظه ويشجعون أبنائهم على حفظ هذا الكتاب، ويجعلون لذلك مسابقات وجوائز تشجع النشأة الجديد على حفظ كتابه سبحانه وتعالى. عندما يشاركون في المسابقات العالمية يكونون متفوقين دائما في أغلب المسابقات العالمية، يحصدون المراكز الأولى لاهتمامهم الكبير بهذا الكتاب وبتعليمه وبالحرص على مداومة المراجعة ومداومة التلاوة لهذا الكتاب. عادت الجائزة الأولى في المسابقة الدولية إلى عبد الله محمد شميلة من الجمهورية الليبية. حفظت القرآن وكانت أول مشاركة لي دولية في دولة الجزائر الشقيقة. بعد التصفيات هنا في دولة ليبيا قامت وزارة الأوقاف بطرابلس بالذهاب بي إلى الجزائر، وقمنا بأداء المسابقة بمشاركة 50 دولة عربية وإسلامية، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى تحصلت على المركز الأول في الجزائر. السلام عليكم. السلام.
المتسابقون الليبيون في الواقع يعني في معظم المسابقات يحرزون الترتيب الأول من بين أكثر من 80 دولة متسابقة، وبالتالي مكانتهم العالمية مكانة جيدة، وهذه المسابقات بتشجع أيضاً كثير من الشباب للدخول في مثل هذه المسابقات والاهتمام بحفظ القرآن الكريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في البداية لم أكن أحفظ القرآن الكريم، ولكن منذ أن دخلت الجامعة، دخلت كلية الهندسة، فبدأت في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما بدأت وشعرت بالطمأنينة وشعرت بالراحة وعلمت أن هذا الكتاب يعني يجب أن يحفظ، لا يجب أن يبقى في دفة المصحف فقط، ولكن يجب أن يكون في الصدور أيضا، يجب أن تفهم معانيه ويجب أن يعمل به. منذ ذاك الوقت قررت أن أملي أن يكون أبنائي كلهم حافظين لكتابه سبحانه وتعالى، والحمد لله أنعم الله علي بذلك وأتموا جميعا حفظ كتابه. الحمد لله تجربة موفقة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل والدي، هم الأب أبي وأمي الحمد لله، يعني بدعائهما وحرصهما الشديد على أن نكون أنا وإخوتي متفوقين في الجانب القرآني والجانب العلمي كذلك، حيث أن لي أخ الأكبر هو يعني حافظ لكتاب الله عز وجل وطبيب في أحد مستشفيات طرابلس، وأختي كذلك هي حافظة لكتاب الله وطبيبة، وأنا كذلك والحمد لله، وباقي الإخوة هذا طبعا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حرص والدي على أن نكون متميزين دائما والحمد لله. ترافقا مع هذه الحالة الخاصة والاهتمام البالغ الذي يبديه الليبيون مع القرآن الكريم، كانت المساجد والمنارات الإسلامية ومختلف مناطق ليبيا حاضنا تعليميا لكل من يريد حفظ القرآن الكريم. وبرز من بين تلك المؤسسات مسجد عبد السلام الأسمر الذي ظل يخدم حفظ القرآن الكريم قرابة 500 عام. وفي طريقنا نحو المسجد أوقفنا القدر وأرسل إلينا أحد تجليات مسجد عبد السلام الأسمر وأحد حفظة القرآن به. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طبعاً لما شفتكم واقفين بجنب الطريق والسيارة عطلانة، فهذا من واجبي أنني يعني نشوفكم لباس في عطل في شيء ممكن نساعدكم به. وزاد إصراري عم سادتكم أن لما أنتم عرفتكم أنكم مشينا زاوية سيدي عبد السلام الأسمر، لأن الزاوية هذه لها فضل علي كبير أن حفظت القرآن فيها، فأنا أصريت كل إصرار أنني ضروري نقوم بمساعدتكم ونقوم بإيصالكم إلى الزاوية، وأطمن عليكم إلى أن توصل الزاوية بإذن الله. ابتدأت الدراسة القرآن الكريم سنة 2001 وأتممت الحفظ في سنة 2006، وكان من مشايخ في الزاوية فضيلة الشيخ خالد الدفاني، فضيلة الشيخ بشير بن نجي،
طبعا انا سعيد جدا 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 بحفظ اخواني الكريم، وهذه نعمه من الله عز وجل، نعمه كبيره جدا ولا توصف ولا تقدر باي ثمن. وانا اتمنى حتى اني كما حفظت قران، نتمنى اولادي يحفظوا القران، وان شاء الله ربي سهل ونقوم حتى في دروس القران، وان شاء الله يعني ربي يمكننا ان نؤدوا ولو جزء من هذه النعمه. نحن الآن في رحاب زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر الإدريسي الحسني، مؤسس هذه الزاوية. هذه الزاوية لها جذور تاريخية عريقة، حيث أسست عام 912 هجري الموافق عام 1506 ميلادي. هذه الزاوية منذ النشأة كانت ولا تزال مهتمة بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وكذلك إلى جانب العلوم الأخرى، علوم اللغة العربية وآدابها، والعلوم الفقهية وعلوم العقيدة. هذه الزاوية تعتمد اعتمادا كليا منذ نشأتها على الوقف الأهلي الذي يوقفه المحسنون على هذه الزاوية. هنالك سجل فيه الآلاف من الطلاب الذين يأتون من مناطق بعيدة من ليبيا، وأيضا هنالك الكثير من الطلاب الذين يأتون من خارج ليبيا. يأتي طلاب من دول الصحراء مثل تشاد والنيجر والسودان والتوغو والكاميرون، وأيضا حتى من أقصى شرق آسيا. هنالك خطط موجودة لدى القائمين أو المسؤولين على هذه الزاوية، وهي لجنة أوقاف وشؤون الشيخ عبد السلام الأسمر، فيما يخص تحفيظ القرآن الكريم. أولاً إنشاء الكثير من دور السكن للطلاب الغرباء، كذلك أيضاً تقسيم الطلاب على مراحل للدراسة، المبتدئ أولاً ثم بعد ذلك المتوسط ثم بعد ذلك المتقدم، ويدرسون القرآن الكريم بالتلقي، يتلقى القرآن الكريم حفظاً مشافهة من شيخه، حفظاً ثم رسماً يحفظه رسماً وضبطاً وشكلاً على رواية الإمام قالون بن نافع المدني، وبرسم الإمام أبو عمرو الداني، والذي هو معروف في هذه المنطقة تحديدا في منطقة الزيتن وأمسلاتة وما جورها. وطريقة التحفيظ تأتي جذورها التاريخية عن طريق الكتاتيب والألواح الخشبية، وهي معمول بها إلى وقتنا الحاضر، حتى يتعلم الطالب الرسم القرآني، لأن الرسم القرآني يختلف عن الكتابة الإملائية، ويتعلم كذلك أصول الوقف والابتداء، ويتعلم أيضا أصول التجويد، تجويد القرآن الكريم، حيث هنالك مشايخ متخصصون في هذا الجانب لكي يتقن قراءة القرآن الكريم كما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. فهذا العلم قائم بذاته، علم التجويد، كذلك أيضا علم القراءات، لا بد على الطالب أن يتقن علم القراءات، وهي تعدد القراءات والرواة، القراءات السبع ورواتهم. هذا على سبيل الإجمال لا الحصر. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عشق الليبيين طبعا لحفظ القرآن كان يعني من مئات السنين سابقا، بس ما كانش يعني البنات يعني، بس الفترة حوالي 10 و 15 سنة دخلت الإناث بالنسبة للمسابقات القرآن الكريم الحمد لله في بالنسبة لربوع ليبيا، وحصلنا على يعني درجات متفوقة، بس كان متأخر من حوالي 10 و 15 سنة يعني بالنسبة للذكور. كانت لدينا كذا حالة من حالات النجاح، كانت عندنا نجاة الفرجاني كفيفة البصر،
واستغرقت في حفظ القرآن الكريم كاملا حوالي 4 سنوات، وهي الآن تدرس علوم القرآن في أحد المنارات هنا بزليطن. وكانت لدينا أسماء شيبة واستغرقت ولازالت مستمرة، هي ولازالت مستمرة في حفظ القرآن، وهي الآن تدرس في الجامعة الإسلامية علوم إسلامية، وهي كفيفة البصر كذلك. وكانت لدينا طالبة اسمها تركية الجمعاوي استغرقت حوالي 4 سنوات، وكانت يعني لديها إعاقة في اليدين وفي القدمين، وواجهت صعوبات كثيرة يعني في حفظها وفي سيرها يعني للمنارة. وهي الآن الحمد لله يعني حفظت القرآن الكريم كاملا. القرآن الكريم هدايا كان حلم عمري، وإن كنت صغيرة طبعا كنت حلمي أن نحفظ القرآن ونكون يعني حاملة كتاب الله سبحانه وتعالى، ودعمني طبعا عائلتي دعمتني، الكل كان يشجعني على الحفظ، والكل كان بس يعني بتسخير الحاجة هي هذا، وانسخر ربي أني التحقت وبديت في حفظ القرآن إن شاء الله. الصعوبة الوحيدة اللي تواجهني المواصلات، يعني الحافلات، مرات ما تلقاش حافلة، مرات في غلاء الأسعار، وخصوصا يعني نسكن في منطقة بعيدة عن المنطقة، على المنطقة اللي فيها المنارة يعني على البلاد المنارة، وهذا حال كل الطالبات، الأغلبية يسكنوا في الخمس، يسكنوا في مناطق بعيدة، بس يعني الغلاء ب50 دينار 60 دينار هو يعني، لكن الحمد لله فتح من ربي الكل يعني مشي الأمور الحمد لله. شاركت في أكثر من 40 مسابقة محلية ومسابقة دولية، الحمد لله المسابقة الدولية تحصلت فيها على الترتيب الأول على مستوى ليبيا بتقدير ممتاز. مسابقات العالمية الحمد لله بفضل الله عز وجل، من فضل يرجع للأم والأب اللي حفظوني على المسابقات، حتى هم كذلك تحصلت فيهم على الترتيب الأولى، وهذا دليل على أن طريقة الحفظ اللي نحفظ بها في ليبيا طريقة ممتازة. بإمكاني أني لما كنت ندرس في الجامعة نوقف من حفظ القرآن الكريم، بالعكس كان قراءة القرآن مساعدتني هلبة، يعني مساعدتني في حفظ القرآن الكريم، مساعدتني حتى في دراستي. يعني أقرب ما يقال أني في مسابقات اللي شاركت فيها، مسابقات العالمية مسابقات المحلية في ليبيا، كانوا في امتحانات فاينل، امتحانات النهائية لي في الدراسة، ولو كان هذا عائق ما كنتش هننجح في الامتحان، والحمد لله يعني النجاح من عند الله، ومن تم الدعم الأساسي كان من أمي وأبوي. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. كانت الكتاتيب هي الطريقة المثلى والسبب الرئيسي في حفظ القرآن الكريم لدى الليبيين، أولا لأن البيئة الليبية بطبيعتها وتنشئتها السليمة دائما ميالة إلى كتاب الله ولها الرغبة الشديدة في حفظ كتاب الله. فكرة الكتاتيب أو الحلقات جاءت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما ينزل عليه جبريل بعدما أن يكمل جبريل تلقينه للنبي صلى الله عليه وسلم، ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فيلتفون حوله في نظام حلقة، فمن هنا جاء نظام الحلقة أو الحلقات أو نظام الكتاتيب، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تلقين الصحابة ما لقنهم إياه جبريل عليه السلام. يمكن القول بكل بداهة أن حفظ القرآن يعني هو بداية طبيعية، لا أقول إلزامية، بداية طبيعية لكل من سخر له الله تعالى الظروف ليشق طريقه، بغض النظر عن مستوى الأسري أو الاجتماعي، ليس بالضرورة أن يكون أبوه عالما أو فقيها، قد يكون أبوه فلاحا فقيرا بسيطا فيشق طريقه انطلاقا من القرآن الكريم إلى غيره من العلوم العربية والإسلامية والعلمية التطبيقية المعروفة في ذلك الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كان للزوايا السنوسية وخاصة الرئيسية منها دور بارز في دعم حركة الجهاد الليبي ضد الغزو الفرنسي للجنوب بلاد السودان، وضد الاحتلال الإيطالي في الشمال،
ويعرف المعنيون بتاريخ ليبيا جميعا موقع وموقف الشيخ المجاهد أحمد الشريف السنوسي حفيد المؤسس ودوره البارز في قيادة الجهاد. كذلك يعلم الجميع أن الرمز الكبير من رموز حركة الجهاد الليبي الشهيد البطل عمر المختار كان من أبرز أبناء وشيوخ وتلاميذ هذه الزوايا السنوسية، والجميع يعرفون موقع عمر المختار في حركة الجهاد الليبي المجيد. لا شك أن ثقافة الاستعمار الإيطالي في بلادنا، والذي قضى فترة في هذه البلاد، حاول بثقافته أن يغلق الكتاتيب وأن ينشر ثقافته في بلادنا، لكن ما غرسه الليبيون في ناشئتهم وفي أبنائهم أبى إلا أن تكون الكتاتيب هي الملاذ الوحيد للمحافظة على كتاب الله وقراءته ونبذ غيره من الثقافات الاستعمارية. الليبيين تمكنوا من الحفاظ على هويتهم بوسائل عديدة، في مقدمتها الكتاتيب القرآنية التي حافظت على اللغة العربية والحرف العربي والعقيدة الإسلامية في نفوس أجيال عديدة من الصبيان والتلاميذ والشباب الذين قدر لهم أن يكونوا معاصرين لتلك الفترة الغاشمة من الغزو الإيطالي. هذه الكتاتيب مستمدة من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلما ضيق على الكتاتيب انفتحت كتاتيب أخرى حتى في بيوت الليبيين وفي منازلهم. القرآن الحمد لله في ليبيا يعني حافظ على نقاوته وعلى استقلاليته وعلى صفائه، ولم يتمكن النظام من التدخل فيه. رغم عتمة الزنزانة وتقييد الحرية والعزلة عن الحياة، انطلق نور التلاوة وحفظ كتاب الله في سجون ليبيا، لتتحول تلك السجون إلى منارة لتحفيظ كتاب الله، وتكون مثالاً في تحويل المحن إلى منح. وما تجربة الشيخ أسامة الغرياني عنا ببعيد؟ أنا أسامة الصادق عبد السلام الغرياني من مدينة تجراء، أحد سجناء سجن أبي سليم. كنا في داخل السجن، أي شخص متفنن في أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم يدرس الآخر. دخلت سجن أبو سليم ولم يبقى لي إلا 6 أجزاء لحفظ القرآن الكريم كاملا. وهنا في هذا المكان بالتحديد أمام الزنزانة التي كنت أسكنها وهي حجرة 11، أتممت حفظي للقرآن الكريم. فكنت في فترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه الفترة كاملة شهرين وزيادة، أجلس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء في هذا المكان حتى أتممت وختمت القرآن الكريم وأنا في هذا المكان. ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هكذا كانت طريقة المراجعة داخل هذه الساحة، هذه الساحة التي كنا نخرج إليها في أثناء فترة السجن، وهي المسمى باللاريا، اللاريا المقصود بها الهواء. فكنا نخرج إلى هذه الساحة لاستنشاق الهواء والشمس، واللقاء مع الإخوة الموجودين داخل الزنزانات كان يتم في هذه الساحة، وكان تدارس القرآن الكريم والعلم داخل هذه الساحة، وممارسة الرياضة داخل هذه الساحة. وهنا في هذا المكان بالتحديد، وهي في نهاية اللاريا نهاية الساحة، كنت أنا أجلس هنا شخصيا، وكان أنا ذاك معي 12 طالبا
من السجناء كانوا يجلسون معي في هذا المكان، وكنت أدرسهم القرآن بطريقة الإملاء والكتابة على هذه الألواح، ألواح الخشب اللي هي المأخوذة من ألواح الأتات المنزلي والمكاتب. وبفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 250 سجين خرجوا من حملة كتاب الله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كان القرآن يعني أساس حياتي يعني، وساعدني في الدراسة، ساعدني من ناحية يعني الحالة النفسية، يعني ندخل الناس ونهدئ يعني طبيعي جدا، ومش حاسس بالإعاقة، ونخش نجمع نسلم عادي يعني كتفي وما فيش مشكلة. وكان يعني إني تزوجت وبارك الله لي في الزوجة، يعني كانت زوجة صالحة، كان لي ولد يعني جاء يعني كامل وليس أنا معاكم. كانت يعني حياتي الحمد لله يعني مشت 100% من ناحية القرآن الكريم، يعني أموري يعني طبيعية جدا جدا، وما عنديش حالة نفسية يعني من الإعاقة، يعني عايش إنسان طبيعي جدا جدا. كنت أسمع في سورة الحشر. في سورة الحشر توجد في الآيات، بعض الآيات في سورة الحشر آية شبيهة لها في سورة الأحزاب، لأن القصة متشابهة. فالشيخ ذكر لي الآية التي في سورة الأحزاب، فكانت أنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، من صياصيهم هذه لا توجد في سورة الحشر، وإنما هي في سورة الأحزاب فقط. فالشيخ قال أنها موجودة في سورة الحشر، وأنا قلت ليست موجودة، فبقيت في جدال إلى أن قلت يعني يا شيخ إذا كانت موجودة أعطيك كل ما في جيبي. طبعا المقصود ليس المقصود المال، ولكن المقصود يعني أني أريد أن أبين له أنني متأكد من أن الآية فعلا غير موجودة. فأتى بأحد الطلبة يريده أن يذكر له أنها موجودة وكذا، فجاءه واستشهده يعني وأشار إليه خفية من باب الدعابة، يعني الشيخ يعلم أني لا يعجزني ذلك، لأنني يعني كنت مع الشيخ حق يعني كنت بشكل ودي وبشكل أخوي، فأشار إلى ذلك الطالب، فالطالب يعني ضحك وقال للشيخ لا يا شيخ هذه فعلا الآية لا يوجد فيها. فقلت له يا شيخ تو أنت مفروض تعطيني ما في جيبك يعني. هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورنا الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأخرق، فالغرب لما سار بنحوه، وقبل الغرب سار المشرق. يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم، فهو الكتاب العالمي الأصدق. تنساش المكان يا شيخ الدار. ربنا يبارك فيك يا شيخ. موفق يا شيخ. ان شاء الله. السلام عليكم. موفقين. السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا، نتضافيكم إن شاء الله غدا نتسمع في هذه الآيات.
ونبي ينقلبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا محمد. علي تفضل. خبرني ايش خذيت اليوم؟ أوسط فراش. هاي سمعت وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. وهم على إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد.